باهي مريم، صحيح ولا غلط انك ندمت انه صارتك الحكايه كالتمثيليه اللي بينك وبين نتاع الغستوران تحرشت بيه وقتها صارت بوليميك كبيره وكتبوا عليك ولموك برشا، ندمت اليوم بعد مده ندمت انك عملتها؟ اي ندمت بيان سور، ندمت على الاخر زاد. تمنيت انك ما عملتهاش؟ تمنيت كوني ما نعملهاش بيان سور. تعرف علاه ندمت؟ خاطر انا وميمه العباد تحبني، العائلات يحبوني، معناتها انا الام تحبني والمرت والمراه تحبني وراجلها يحبني والمراه تعرف اللي راجلها يحبني، ما نقلقش انا العباد بالحق، ما عنديش كل جو بروفوك با انا لي جون، معناتها جو سوي با دون لا بروفوكاسيون، ما عنديش لي موفي بوز وكل شيء، فهمت كيف؟ معناتها انا نعتبر روحي عائليه، معناتها فهمت كيف؟ حسيت وقتها قلقت، حسيت انك عملت هذيك، خاطر هذيك عملت وانا دون لو كونتكست دان سكيتش، راهو هذيك سكيتش، وقلت راني في الاخر وقلت مرحبا بيك راك ربحت مع راك لعبت معنا في برنامج امور جديد، مي لي جون ils n'ont pas retenu la dernière phrase، لي جون ils ont retenu que انا دخلت كونفلي مع واحد وطلقته من مرته ومن عرفش انا تقلقت على خاطر العبيد، حتى كي سبوني حتى كي عملوا دي فيديو سبوني، معناتها قالوا يعيب منك يا مريم، معناتها كنا نجموا ننتظروها من عبد اخر، اما منك انت معناتها راهو ما تصوروش انك معناتها جي شوكي لي جون، جي شوكي منهم، جي شوكي لي جون، كتبت ستوري وقلت لهم راهو سيتي ان سكتش، فهمت؟ وزدت وضحت معناتها توا في ميسيون ديما لاباس اللي باش تتعدى اليوم نهار السبت معناتها على قناة التسعة. على قناة التسعة تتفرجوا على مريم برميمي ليلة في ديما لاباس مع نوفل الورتيني، زاد فوزي بن قمرة باش يكون حاضر اليوم الرونديفو معاهم. أنا فرحانة برشا أنك كنت حاضرة بحثينا في ستارتايم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليك. عايشك يا ميمة، ميرسي بوكو، محلاة قاعدة معاك. عايشك. ما حسيتش روحي في الغاديو وقعدنا في انترفيو. أي بي صافي بليزير. خصنا قهوة يا قلت لك تحب قهوة وحبيت. ميرسي مريومة، ان شاء الله بالتوفيق ليك، بون شانس.